هذه نور، عمرها 10 سنوات، من مدينة حلب. نزحت مع والدها مدرب الكاراتيه إلى إدلب. طفلة قوية جداً، تعلمت فنون الكاراتيه منذ كانت في 3 من عمرها. احذر من محاولة الإساءة لها، فهي تعرف تماماً كيف تدافع عن نفسها. حصلت على جوائز مختلفة، وهي اليوم تحمل الحزام البرتقالي. تساعد هذه الطفلة والدها في تدريب 20 طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة. سعادتها تكمن برؤية هؤلاء الأطفال يطورون قدراتهم بفنون الكاراتيه. نور خسرت ألعابها، منزلها، مدينتها، لكنها لم تخسر قوتها وإرادتها بالتدرب كل يوم. فهي تؤمن أنها ستصبح يوماً بطلة العالم بالكاراتيه.